المساعدة تقدر تكون عندها حدود، لكن إذا جاك واحد في الشارع يطلب منك تساعده باش تقنع بابات بنت ما حبش يزوجها به لكي يتراجع على قراره، أكيد راح تكون محرج نوعا ما وتقدر تتدخل. ولما تعرف أن سبب هذا الرفض هو أنه هذا الشاب مجهول النسب، أي أنفوني سوزيكس، واش راح تكون ردة فعلك؟ تقبل تعاونه وتتدخل في مشكل كيما هذا أو لا؟ العزيز الله يسترك معي يرحم الله، عندي مشكل معه ما حبش يفهمني باللي باسكو انا هدرت معك هنا خلاص انا فوق اكس اش كنت تقدر تقنعو بلي هدرت معك خلاص يرحم بابك يا عمو. علاش واش من السبع؟ علاش ما عندوش مالي؟ ما يعرفش مالي، ما يعرفش مالي، ماشي معروف تما. وشنو انا تما؟ وشنو انا ولد الحرام ديريكتور؟ ايوا واش كيفاش يعيطوا لواحد اللي ما عندوش مال؟ باك شوف شوف الحادث. اسمح لي انا ما دخلتش روحي، حاجه تاعكم، ولكن شوف على كل حال وجهنا شاور طفل ما حابش شاور طفل. شوف ما تهضرش معه، هو دارك لي ما هضرش معه، تهضرش معه. شوف شاور بنت، انت ما عندكش فاميليا، ما عندك لا باباك لا يمك، شكون يجي يخطب؟ شكون؟ شوف كاين يداوهم بابا هم ويماهم، سمعني مليحة، بابا هم ويماهم، دوش فيهم الخير. سي سي فريمون فريس كي تنطر عندي سي فريس سي تأ ميتي فوا ما بلاس بون D'accord. Bien sûr, je suis. Et moi, je suis en train de le croire là. D'accord, d'accord. Moi aussi, je le crois. Je vous pose une question, bah, ma tourloge classe, anim zéro. Est-ce que de sa faute? Mais, on vit dans une société où, malgré que c'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne aussi. Tu as fait plastique ou je dis? Ah, il a fait plastique, tu as dit. أنا في بلاستيك. سقسيتني. أنا نشوف وليد فاميليا وخدام والآخر، نشوف بنتي ولا وليدي هو اللي راهو حايب. ما عندي حتى هضرة. كاين أبال دروا دو فيفر دو موني اون في أوردينار. لا لا، إلا دروا، مي سي با ليفيكيمون. سي سي تي بو. سي با مون بروبليم. لا ما. إيه. لا ما. سي تي بو يا بو بين كيلكان. Mais c'est la même chose. Non. Imaginez. Dans cette vie, chacun a sa conjoncture. Écoutez. C'est quoi le halal? Hein? C'est quoi le halal? C'est quoi le halal? ولا تجيب لي جيب لي اك دو نيسونس، جيب لي اك دو نيسونس، جيب لي اك دو نيسونس فيس دو اي دو. ولا غيرك ظالم، ولا غيرك ظالم، مانيش ظالم. كل حاجه بالمكتوب، مانيش ظالم، مانيش راحت راحت، مانيش ظالم. مادام كجد انت زعما جيت لك نقول لك اعطي لي بنتك مادام نورمال. شوف احنا المجتمع تاعنا ما يرحمش. هكذا مادام جيت تخبي معايا زعما كان يقبل ولا نجي نعاونك ونجيب لك يدير لك الحلوه ونجيب لك اللي كاين في الصاله. الحمد لله ما كاين، مازال الناس تاع خير. معلوم تعاونك الفحله الجزائريه يا الزوالي، معلوم ما يخليوكش وحدك في مجتمع قلبه كبير كما تاعنا. هذا واجب عليها والله يجازيها. كان يقول لك ولد الحرام يبقى ولد الحرام. حاشا حاشا حاشا، انا على كل حال سامحني سامحني. يفو با تلصق اون بيتيز في هو ما عنده حتى حاجه. مسكين اللي في نيو موند، ما على اللي في نيو موند صات، ما على بالناش لي سيركونسونس واش كاين. على بالي على بالناش. ان شاء الله يجيب ربي سعه الخير. هذا ما توقف هكذا الحال. ان شاء الله ما توقف ان شاء الله. وماذا بك ما تزيدش؟ كي تهضر مع عموها الا تنجم تتصل بهم ولا تهضر معاهم ولا تطلبهم، تطلبهم يهضروا معاك باسكو انت ما يسمح لك. هذا تاع لاسيستونس، هذا كيما يقولوا وليد الحرام. عنده لا باباه لا يماه. وليد الحرام؟ لا 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 لا.
هو ذنب ماشي ذنب هو على كل حال ماشي ذنبي او قالها لك فهموا باش فهمت وهذا الكلام هذا تاع الاخر ماشي مليح ما تقولوش يعني باسكو هذا وليدنا على كل حال قدر الله ما شاء فعل صرا اللي صرا هذا حنا اون انترفيان با دون سيبارا هكذا ماشي دونك انت بعد انت اللي بهذه بنتك حبيت تناسبو الله يبارك سي با بور سا حبيت ما تناسبوش قول له لا ما ناسبكش الوحدي هو يسحق الطفله يديها ويروح الله يسهل عليه يروحوا يعيشوا يعيشوا مع الناس والناس يجيبوا لهم الماكله بصح حتى لو كان رزقهم يكسبوا الخطوطه نعطيها له بيان سور وراه المشكل مدها له وما تخافش كلمتك هي اللي تبقى راس مالك وبربي تلقى سعادتها افضل مع الزوالي اللي كان يعاني واعرف ان الثقه ميزانها بزاف غالي الناس شوف شوف الناس ما تدي النار ما تدي الجنة ما تزيد في الرأس ما تزيد في الصحة ما تنقص ما تزيد في المال ما تدير الناس زيادة الناس كي هما كي الحجر كي شجر الناس زيادة ولا هو يعيش حياته ومعاه هي تعيش حياتها ربي سهل ومع كي تحاسب هذا كي يدخل في قبره ما يتحاسبش على أساس اسمح لي اسمح لي انت 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 لو كانت تروح دروك تخطب طفلة اللي ما عندهاش مواليها اللي ما عندهاش مواليها جابوها من لاسيستونس بعدها لا باباها ولا يماها طفلة بنت حرام صافي بليزير و... عندي اجر عليها عندك اجر وي انا بون باش تقول يعني هو الذنب تاعو ما الا كان لا غلب هو سيت سيت كما قال الاخر وربي قال في الايه قال لك ولا تزير وزيره وزر اخرى سي تادير سي با باسكو لو بونوم والديه غلطوا ولا داروا ما داروا الا هو يخلص او كونترير عندك الحق تخير قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم اتاكم اذا اتاكم من ترضون الدين هو خلقه شوف الا كان عنده لي كومبيتون تاع الدين مخلق من دين وكذا كذا لا هذيك سيبارون اسمح لي سيبارون سيبارون لا غال هذا ما نقول لكم هذا سي توسكو جو بو دير صح عمو عمو كان جات انت كان جات بلاستيك كان جات انت بلاستيك تقبل ولا لا لا شوف انا ما نجمش انا جون ريبون با سو جون شوف انا جون ريبون لا لا ماشي لا لا ماشي عليه ولا انا جون ريبون با سو كي تجي باسكو في كل حاله اللي كل حاله حاله كيما يقول جون بو با ريبوند الدور زي ديجا قال انا لو كان صرا لي جو فري سا انا ما نهضرش هكا انا كي تصرا لي جو بروندري لا ديسيزيون كيفاش يا الحاج يا الحاج سقسي اللي حبيت اسمح لي سقسي اللي حبيت حب نسقسيه لا سقسي اللي حبيت تسقسي انا راني حاب نخطب بنتو وما عنديش والديه ما عندي ميتين ما حبش على جال باسكو انا ماشي خاطب بنتو ما عنديش والديه قبلها انت نورمال انت ولد الحرام تعرف شكون ولد الحرام لا الراجل تاع العائله ما يتقاش بابا ويما يتقاش هو وش يسوى هو شكون هو شكون بصح وشنو بابا تيموت يدخل في القبر لين ما تموت الدنيا تخلص معاناة وصعوبات هذا واش عرفت هذه الفئة من المجتمع منذ أن فهمت أن حياتها قلعت وسلعت ومعها رزمة من الابتلاءات ما كفاهاش حرمان الوالدين ونحب نزيد نحرموهم من حق الزواج اللي سماها أفضل خلق الله إذا سميناهم مجهولين النسب والله سماهم عباده الصالحين ونسبهم كلهم لآدم إذا كانوا حقا من المؤمنين إذا اختارك الله باش تناسبهم راح تكون محظوظ في الدنيا وفي الآخرة وراح تكسب حبهم وحنانهم ومودتهم اللي تمنوا من صغرهم يعطوها لعائلتهم